تحية من ولاية سليانة بمناسبة مشاركتنا اليوم في المهرجان الوطني للأصالة والتراث اللي تحتضنه جوهرة الساحل مدينة سوسة وبالتحديد على شاطئ بو جعفر. اليوم كما تشوفوا تظاهرة احتفالية متميزة، بطبيعة الحال متميزة كتميز أهالي سوسة، حضور غفير شيبا وشبابا نسوة وأطفالا، الكل جو باش يزوروا ويشاهدوا مختلف يعني العروض اللي تقدمت اليوم من تقريبا كامل ولايات الجمهورية، صناعات تقليدية، أكلات شعبية، لباس تقليدي ومنتوجات محلية. تظاهرة خارقة العادة، أجواء طيبة، إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله تونس ديما فرحة. تحية تونس. المهرجان هذايا فرصة باش المواطنين التوانسة يعرفوا المعتمديات ويعرفوا الولايات الكل، كل واحدة وتقاليدها وكل واحدة وعاداتها والتراث نتاعنا اللي احنا نسيناه قاعدين نجددوا فيه، خاصة الصغار معناها اللي سموا بعده على التراث نتاعنا الكل، وفرصة حتى للتوريست موجودين توا قاعدين يزوروا مع التوانسة المهرجان هذايا، منها معناها فرصة باش يجيونا لهنا ويعرفوا المناطق الكل من خلال معناها المهرجان الصغير هذايا. والله هذه فرصة باش الولايات نتاع الجمهورية الكل يتقابلوا، وان شاء الله ديما تقعد هذه عاده وتقعد ديما سنه حميده، واحنا حابين نعرفوا بقروان اللي هي مش ناقصه اشعاع، ورينا اكلاتنا التقليديه كلك سواء حار ولا حلو، عندنا النحاس، عندنا اللباس التقليدي نتاعنا كنت تغزر تبارك الله، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله المقروض هذاك عاد غني عن التعريف. يعطيك الصحه. مرحبا بكم في ستون كوين بوب، ومرحبا بسوس تي في اللي هي ديجا سبونسور في ليفينمون، وكوين بوب زيد سبونسور في ليفينمون، ومرحبا بكم في مهرجان الأصالة والتراث تحت شعار تراثنا في عيوننا أصالة وتنوع. ديجا كوين بوب هي اللي عملت طول بابخاس متاع المهرجان، وزيد اللوغو نتاع المهرجان والكل. احنا متحصلين على الموافقه في اطار الكونفونسيون بين وزاره المراه والبي تي اس. ديجا نشكر مندوبيه المراه ونشكر سوس تي في زاده اللي هي سبونسورتنا في ليفينمون، خاطر انا ديجا عضوه في مكتب الثقافه والرياضه والعمل. نشكر سوس تي في اللي هي سبونسورتنا، ومرحبا بكم. ميرسي بيان. جينا اليوم في مهرجان كبير برشا يستحضر الثقافة التونسية، 24 ولاية جاوا حضروا بحذانا، نراو الأصالة، الحضارة، اللباس التقليدي، نراو الأكلات التقليدية من كل بلاد، من بنصرت حتى لتطاوين. جينا لهنا نستدعوكم باش تتفرجوا في تراثنا اللي صنعوها جديدنا. مهرجان هنا يمتد على مدة 3 أيام، اليوم عملنا
كل باركور بالكاليس وتحويسه وسط البلاد العربي وسوسه وسوسه المدينه. وجينا لهنا عندنا لوحات ورشات وقدموا بعض العروض اطفال، واحنا لهنا سوس تي في جاتنا دعمتنا ومعها برشا ديزاجونس وكوين بوب سبونسوريزي في البروجي هذايا. حضرنا لوجو وخدمنا برشا خدمه باش حضرنا لهنا، وبارك الله فيكم سوس تي في. مرحبا بكم، اني روضه اطفال تشوتشو. ديما نحكي لصغيراتي على الولايات الكل كيا وما عندناش فرصه باش نسافروا بيهم، اثرت اني نجيبهم للمعرض باش يدوروا على الولايات الكل كيا ويتعرفوا على الولايات الكل كيا. وهذا ما راوتي تشوتشو. سوس تي في مرة أخرى حاضرة في كما عودتنا دائما لتغطية ومواكبة ولكي تعيش معنا كل الحراك الثقافي اللي تعيش على وقعه جهة سوسة، مش مدينة سوسة فقط، الواقع أنه جهتنا تعيش على وقع حراك ثقافي لا يكاد يهدأ في مختلف المعتمديات، لاسيما في مركز الولاية. والجهة هذه الأيام تعيش على وقع احتفالية كبرى من خلال دورة جديدة لملتقى المبدعات العربيات اللي يستضيف قامات من السينمائيات العربيات من عدد من الدول الشقيقة. اليوم ونحن في فضاء الفنون بشاطئ بوجعفر، هذا الفضاء هو فضاء فنون بامتياز لكن فنون التراث، ونحن في شهر التراث من خلال هذه المبادرة، مبادرة تنظيم المهرجان الوطني لشهر التراث اللي تنظمه المنظمة الوطنية للرياضة والثقافة والعمل. واختارت السنة ولاية سوسة ومدينة سوسة بالتحديد اللي استقبلت اليوم كل ولايات الجمهورية من خلال ورشات وعروض لأنماط من الحياة التقليدية اليومية، من أكلتنا التقليدية إلى لباسنا التقليدي إلى حرفنا وصناعاتنا التقليدية، في جو تلقائي، حضور كبير جدا للعائلات للأطفال، كل شرائح تعيش الحدث بكل تلقائية بفرح كبير. يعني ألاحظ وكل من يؤم هذا الفضاء المكتظ يلاحظ الفرحة على كل الوجوه، رغم يعني حيرتنا وقلقنا جميعا على وضع البلاد هذه الأيام. إن شاء الله سحابة خريف عابرة وإن شاء الله تونس دائما بخير. فضاء الفنون اليوم بسوسة من خلاله نعطي صورة للعالم أنها تونس من خلال هذه الاحتفالية ستنتصر على الإرهاب، ستنتصر على ثقافة الموت من خلال الإبداع، من خلال الفنون، من خلال التراث. وصورة جميلة جدا نقولها اليوم إلى العالم ونحن على أبواب موسم سياحي، مؤشرات وواعدة نقول إن شاء الله ربي بقي ستره على بلادنا، إن شاء الله الكلنا توانسة قلوبنا على بلادنا، لأنه ما هو في مصلحة حد أنه بلادنا تتمس، لأنه كلنا رانا في سفينة واحدة. إن شاء الله يا ربي السفينة هذه ديما توصلنا لبر الأمان آمنين سالمين، وإن شاء الله صيفنا السنة يكون حافل بامتياز بالسواح اللي نحبوهم يأمون إن شاء الله السنة مدينتنا بكثافة، ولنوعدوهم به أنه مش يعيشوا معانا على وقع احتفالات ثقافية كبيرة برشا ومكثفة ومستجيبة لكل الانتظارات ولكل الأذواق إن شاء الله. لمين لطرش شاعر شعبي من تطاوين، من قصور تطاوين بالذات. القصيد بما أننا تواجدي أمام العالم ونقول له حبيتها نلقى الحياة في وجودها ووصفتها جف القلم فوصافها، السندس مغطي حد حدود أو لون الصفا حارس بقيت أطرافها. حبيتها زاد الغرم بشعارها تأملت فيها، زاد سحر ألوانها سبحان ربي خالقي صورها خلقها جميلة بالجمال وزانها، وكي قلت سندس لون خضارها ولون الصفا، لون شطها وديانها ولون الذهب، رملة كست أصحارها مرتع غزال الريم فستر كانها، وحتى صغيرة كثرت أسرارها بين الدول بانت تعلى شانها، تسمع حنين الحب صوت طيارها وتلقى
وتلقى هزيج اللحن من وجدانها، تنشق عبير العطر بين أزهارها وعيش حر، زاهي في حنين حنانها واليوم هاي لما حضارها فرحت وفتحت للتراث أحضانها وبانت جميلة، فرحة بزوارها وديم الجميلة مجملة جيرانها.